لفتك شدك الببلر ذلك. توفيق ليش سمية إكرام إدريس سليم حرش عمران صفية فاتحة محمد أمين شفري رائب بشرى ضحى أمالي نهيلة إخلاص سارة المرة ما درتي شي مزيان مقارنة مع الفرد السابق زياد إذن كل شيء عنده الورق ديالو لحظات بدأت تصحح انت عارفه غتكون ديك النقطه ولا ما كنتش متوقعها غادي تتبعي معايا وتشوف تصحح ديك الساعات نشوفو فين بعد العطلة ديال عيد الفطر غادي ناخذ بقينا ناخذ فطر غادي نراقبهم بفطر الدروس كذلك التمارين واش فيها التمارين مصحة واش فيها الفروض مصحة صافي لا سيما اننا الان في كاين اللي كيحضر كاين اللي ما كيحضرش بالتالي صافي نبداو ديالك ولا ديالك عندك ايوا الا نسيتيها عندي ديال اماني هكا وقتك نعم شنو ما عطيتيهاش انا ما عطيتهاش ولا انت ما عطيتيهاش هكاك عطيتيها لي في سميتو وكتبه فيها السميه كتبه عندي وحده هنا مكتوبه فيها السميه غادي نعطيها لك عاوتاني الا جا شي واحد اخر قال لك راه الورقه غادي نشوفو صافي يلا نبداو ثلاثي ميثيل امين مركب عضوي صيغته الاجماليه C3H9N وهو عبارة عن قاعدة حسب نظرية برونشتد لوري ويعتبر النوع الكيميائي المسؤول عن رائحة السمك الفاسد حيث ينتج بعد موت السمك نتيجة تحلل البروتونات للتخلص من هذه الرائحة يتم إضافة الخل حمض الإيثانويك أو عصير الليمون اللي هو حمض الستريك إلى السمك نبدأ بمعطيات أن درجة الحرارة هي 25 في هذه الدراسة ثابتة الجداء الإيوني كأو 14
عطاونا الرمز ديال المزدوجه والرمز ديال بي كا ا لها بي كا ا واحد، وعطاونا جدول فيه الكشف الملون والمنطقه ديال الانعطاف ديال كل ديال ثلاثه ديال الكواشف الملونه. اولا العنوان ديالو تفاعل ثلاثي ميثيل امين مع الماء، ياك نتعلم انني منين نقرا العنوان ديال الفقره ندير واحد الوقفه ونحاول ما امكن انني نشوف الدرس ديالي والمقابل هدف المقابل ديالو في الدرس، ياك في الدرس غير باش ما نوقعش في الخطا ملي غادي نجي نكتب المعادله غادي نوقع في الخطا ديال الكتابه ديالها. مع الماء هذه شفناها في جوج ديال الدروس، اما الحمض مع الماء واما القاعده مع الماء صافي، وكيكون ضمن المتفاعلات H2O اما، وخصني نتذكر دابا الان على مقربه من الامتحان نتذكر بان كيفاش نكتب الجدول الوصفي ديال الحمض مع الماء، كيفاش نكتبوا دلالات H3O بلس تركيز H3O بلس بدلالات البي اش بدلالات كذا، كل هذه خصني ندرب عليهم قبل من الان خصني يكون كنتقنهم. وكاين الى جانب ذلك تفاعل قاعده مع الماء، عاودتها هي عندها المعادله ديالها، عندها الجدول الوصفي ديالها، عندها طو، عندها كتدخل كا او، كتدخل بي اش، كتدخل كذا. وهذا الجزء الثاني هو اللي غادي نجزوه في هذا الفرض. هذا دائما حاولوا ما امكن تقراوا العنوان وديروا وقفه ثم تعرفوا شنو هما الجوانب ديال الدرس، لاننا في الدرس شنو عندنا؟ كناخذوا بصفه عامه، وهنا في الامتحان غادي يكون حاله خاصه كيسميونا درنا ان اش 4 بلس او ان اش 3، غادي يكون واحد النوع واحد الامين فيه تغيير بسيط. اذا قالوا لنا نحضر محلولا اس لثلاثي ميثيل امين حجمه في وتركيزه سي، اعطى قياس البي اش، القيمه بي اش 1 كيساوي 10.9. أنيسة انت واحده من الوحدين اللي خصهم ينتبهوا تجلس بوحدك وتتبع معايا الاغلبيه ديال الاسئله ما جاوبتيش عليها صافي، تبع معايا وانتبه بدل ما تتكلم مع الصديقه ديالك. لا ما عاد تحتاجيهاش، داك الشيء انا كنقراه، شنو غادي تحتاج؟ شنو هما الاخطاء ديالك وكيفاش نجاوب وكيفاش نتعلم نتعامل مع الورقه؟ اما دابا ما باش تتبع معايا تما ما عندها حتى شي معنى صافي، تبع معايا على الصبوره. اذا انشئ الجدول الوصفي لتقدم التفاعل مبرزا فيه حاله توازن. هما اصلا عاطينا بان المعادله خصك تكتب فيها جوج اسهم، وان كان حنا قلنا شنو جميع التفاعلات الكيميائيه من المفروض نكتبها بسهمين، الا اذا كان عندي في المعطيات كيتكلموا عن ماذا؟ معاير. الى قال لي نعاير او المعايره انا ذاك فكيمكن لي انني ندير سهم واحد. يلا انسه وشو قال لك؟ هو سهل عليك الامر، قال لك في حاله، لا في حاله توازن مبرزا فيه حاله توازن يعني بسهمين. وحنا عارفين شوف هذا اللي كنقول لك الواحد منين ما كيستعملش العقل ديالو، ملي كنقرا المقدمه ديال المعطيات شنو عاطيني هذه المزدوجة؟ شنو عندها في المعطيات؟ بي كا ا. واش كاين شي نوع غادي يعطيوني التفاعل وهذا ينتمي الى مزدوجة وعندها البي كا ا ديالها؟ اذا شنو غادي يكون هذا النوع؟ ضعيف. وبالتالي فراه هناك توازن خلال تفاعل ذلك النوع مع الماء، فهو توازن بينه وبين المرافق ديالو. شوفوا اللي عاد جاو الان، شنو الاسم ديالك؟ نعم نجلة، منال، عمر، إيمان، فرح، خديجة، عواني، زياد، إخلاص، نهيلة، جباري، صفية، حساني، إكرام، سمية، توفيق، رشي، إدريس، إكرام، سمية،
سميت كوتي نجلاء ما جبرت تشد نجلاء منال فاتحة هذوما الأسماء اللي عندي تيقنا عطيتيني هاد الورقة بوحدة غادي تخرج عن الجماعة مكايناش الورقة عندي ديالك نجلاء مع الفرد الآخر هاوي هنا هذه الفرد الآخر يشار الكهرباء إعداد الكيمياء ياك نعم ما هي هذي اللي تخلي عندك ملي غادي نسالي التمرين غادي نجي لعندك غاتاخذي قلم الرصاص ياك نعم دابا حنا في الكيمياء ما جيتيش ملي كنا كنصحوا دابا جيتي شد هذه الورقه هذه صافي وفي نهايه الحصه نشوفوا الفرد الاخر يلا في كل نهايه فقره اسمعني كاين واحد بالعدد الروماني كاين جوج بالعدد الروماني كاين ثلاثه بالعدد الروماني في كل نهايه فقره غتجي لعندي غادي نصحح داك الشيء اللي عندك صافي يلا نبداو انشئ الجدول الوصفي كنا في حاله التوازن غادي ناخذ قالوا لي القاعده مع الماء الصيغه ديالها هي سي 3 اش 9 ان ا زائد اش 2 سهمين وغادي نكتب سي 3 قاعده ستكتسب بروتون اك بلس اش 10 ان بلس زائد اش او موان وليس اش 2 كما كتب البعض شنو كتبتي يسار دير الورقه ديالك ودير الورقه ديالك وتبع كل واحد يدير الورقه ديالو ويتبع اذا هنا عندي سي في بي وفير صفر صفر سي في بي ناقص اكس وفير اكس اكس تكلمونا على طو تكلمونا ما تكلمونا نعم تكلمونا على طو اذا غادي ندير سي في ناقص اكس فينال وفير اكس فينال اكس فينال و اكس ماكسيم كلي نستنتجها بلا ما ندخلها ضمن الجدول كيف قلت جميع الاسئله على نعم هاي شنو غادي ندير التوازن شنو بغيتي نعم لا منين غادي ناخذ شكون اللي كيتحكم في هذا الشيء اللي غادي نكتب هنايا هي الاسئله اللي كتجي صافي طالبين مني طو شنو غادي يكون فيها اكس فينال واكس ماكس و اكس ماكس كيمكن لي نستنتجها انطلاقا من لهنا صافي باش ما نعمرش داك الورقه ديالي اذا على نصف على نقطه تلك النقطه موزعه على الشكل التالي من المفروض 0.5 على المعادله وهنايا 0.5 هذا السؤال الأول
السؤال الثاني، باستغلالك الجدل الوصفي بين أن تعبير نسبة التقدم ضوء للتفاعل يكتب على الشكل التالي. أولا هذا ثاني لي نكتب الجملة اللي كتبوا لي لنبين أن ضوء كتساوي 10 أس بي أش واحد ناقص بي كا أو على سي، ثم استنتج، ثم احسب قيمة مادة استنتج. إذن سننطلق من مادة التعريف ديال الضوء. نعم، إكس فينال على إكس ماكس كتساوي الضوء مع كنجي الجدول عندي تركيز ديال اش او موان، هادو اللي خصني نتعلم، هادو طريقه اعتياديه. شنو هي؟ خصني في الدار من الان ان شاء الله الامتحان نكون قدامي على درايه مسبقه ان ملي كيكون تفاعل مع الماء هناك طريقان، طريق اللي هو حمض مع الماء وخصني ندير جدول وصفي وندير الضوء ديالو وندير ثابت التوازن بدلاله الضوء بدلاله البي اش هادو نتدرب عليهم، لان غالبا كيبدا بتفاعل واحد النوع مع الماء ثم ندخل الى توازن ثم المعايره ثم يمكن ان يتفاعل مع نوع اخر وهكذا. اذا غير القاعده مع الماء راني عارف قدامي خصني نوصل لقدامي كاين جدول وصفي راه كاين عندي طو هو التركيز اش او موا على السي وعندي داك اش او موا خصني نربطها بكا او مع بي اش وهكذا. كاين البعض منكم بدا غير كيكتب وفي التالي نزل لي هذه العلاقه هكا دون ان يكون هناك واحد النسق محبوك ديال الوصول لهذه العلاقه. اذا التركيز من الجدول، التركيز ديال اش او موا هو اكس فينال على في وعندي سي في في ناقص اكس ام كتساوي صفر. نتعلم نجاوب هكذا تجاوب ومابقاش نضرب عندكم ورق تسويد نستغلها وما نكتب هنا غير اللي هو نهائي. ما كانش عندي ما عارفش نخلي المكان ونشوف سؤال اخر ان كان مستقلا. اذا من هذه العلاقه نستنتجوا ماذا؟ بان هذا الطو يساوي هو التركيز ديال اش او موا على السي، لان غادي يقبلوا مني ملي كتبت هذه لا داعي باش ندير هذه في في على السي في في، غادي يقبلوا مني ملي غادي نشوف التعبير هذا هنا. شنو قال عندي كاو؟ نعم تمام، كاو كتساوي التركيز ديال اش او بلس التركيز بطبيعة الحال النهائي اللي هو في الحالة اش او موا، ومن هنا غادي نستنتج بأن التركيز ديال اش او موا هو كا او على التركيز ديال اش او بلس. راه مازال البعض منكم ما كيميش ما بين كا ومن بي كا ا، فالبي كا ا هاد كا او هي 10 اس ناقص البي كا او، راه عندنا في الدرس يمكن لكم ترجعوا ليه. وعندي التركيز ديال اش هو او بلس هو 10 ناقص البي اش، وفي هذه الحاله هذه بي اش واحد، ومن ثم غادي نخرج هذه العلاقه من اللي هنا تعطيني التركيز ديال اش او موان النهائي غادي نكتبها باش تردوا لها البال وما نكتبهاش بكيفها نهائيا. هي 10 اس ناقص بي كا او على 10 اس ناقص بي اش واحد، هذه عندها اس سالب اللي غادي يطلع زائد، اذا غادي تعطيني هي 10 اس غادي نبدا بالقيمه الموجبه بي اش واحد ناقص بي كا او، ومن ثم غادي يمكن لي نكتب بان هذا الطو اللي طالبين مني الطو كتساوي 10 اس بي اش واحد ناقص بي كا او على سي. هذه هي ما هو مطلوب مني ف
في هذا السؤال هذا. كذلك على نقطة قلت من شي حسنات من الطريقة اللي كانت عملوا بها هي أن الأسئلة الصعبة والأسئلة نعم تفضلي نعم شو تدخل قطع التيار شنو سلوك ليش تدخل التيار شو قطع التيار نعم قلت أننا هذه سؤال لوسائل على نقطة وهذا العمل هذا كامل فقط على نقطة فهنا غادي تكون 0.25 على هذا التعبير هذا هنا 0.25 وهنا كذلك 0.25 وأخيرا الوصول لهذه العلاقة 0.25 يعني نقطة موزعة على المراحل ديال الإجابة نعم تطبيق العدد بقات شحال من المفروض هذه المادية هذه هي ديال حساب ديال الطو إذا هذه علاقة احنا نريد أن نثبتها إذا الطو كتساوي هي 10 أس كأش 10.9 ناقص 14 فعشرة ناقص جوج تعطينا نعم 7.9 ب وغادي نكتبوا شنو هو الاستنتاج اللي بقى ليا 0.25 نعم تحول جزئي هو محدود نعم السؤال الثالث عبر عن كو عن كيو ار ايكيليبر بدلالات لان ثالثا عندنا كيو ار ايكيليبر من المعادلة هو التركيز ديال اش هو التركيز ديال سي 3 اش 10 ان بلس على التركيز ديال القاعدة سي 3 اش 9 ان اكي من هنا غادي نسجلوا بان من الجدول نكتب من الجدول الوصفي عندي التركيز ديال اش بو موا كيساوي التركيز ديال سي 3 اش 10 ان بلس او اللي كيساوي الله خرجتها هي سي في تو يساوي سي في تو انطلاقا من سؤال سابق صافي وكذلك غادي ناخذ التركيز ديال النوع اللي في المقام سي 3 اش 9 ان شنو هو هو سي في في سي في سي في في ناقص اكس ايكيليم على في واللي هو غادي يكون سي ناقص التركيز ديال اش هما ايكيليم واللي كيساوي هو سي ناقص سي في تو ورجع للكو ار ايكيليم هذا السؤال هذا هو سؤال اعتيادي موجود في الدرس واخا غادي تشوفوا انه الاجابه ديالو طويله ملي كيكون مسبقا عارف هذا النوع من الاسئله وعارف المراحل ديالو فخصني نتمكن منها ونكتبها في اقل وقت ممكن شي تقولوا طويل لا
خصني نكون عار بان من ضمن الاسئله خصني نتمرن على هذه الاجابه على هذا. اذا غادي يكون هو التركيز ديال اش هما مربع على التركيز ديال سي سي 3 اش 9 ان اكلي اللي غادي تعطينا نرجع لهذه العلاقه هي سي مربع طو مربع على سي 1 ناقص طو. غادي نختزل بالسي وغادي تعطيني اذا كيو اكلي هي سي في طو مربع على 1 ناقص طو. سي في طو مربع على 1 ناقص طو على 1 ناقص طو. طالبين منا نحسبوا 3 ما طالبينش منا نحسبوا القيمه ديالها. من بعد غادي يقولوا لنا تحقق ان قيمه ثابته الحمضيه ديال المزدوجه هي بي كا ا 1 اذا الربع رابعا كيف نجيب عن هذا السؤال؟ دائما ملي كيتبادر الذهن ديالي تيطلبوا مني بي كا ا فهناك علاقه اللي هي البي اش كيساوي البي كا ا زائد اللوغ ديال التركيز ديال القاعده على التركيز ديال الحمض سواء هذه خصني نعرفها مزيان سواء كانت القاعده تتفاعل مع الماء بحال الحاله اللي عندنا او تفاعل الحمض المرافق ديالها مع الماء او ان هذه المزدوجه تشارك تتفاعل مع مزدوجه اخرى دائما لكل مزدوجه لها هذه العلاقه متحققه. قاعده مع الماء كنطبقها الحمض مع الماء او قاعده مع حمض اخر لتعطي الحمض المرافق لها والقاعده المرافقه للحمض الاخر. هذه خصني دائما عندي الحق نطبق هذه الحاله هذه. اذا غادي نكتبوا نعلم ان بي اش في هذه الحاله شنو هو بي اش واحد يساوي بي كا ا واحد سموها هما واحد زائد اللوغ ديال التركيز ديال القاعده اللي هي سي 3 اش 10 ان بلس على التركيز ديال نعم سي 9 9 ان وين سي 3 اش 10 ان بلس عند التوازن. انطلاقا من هذه العلاقه بقى لي فقط نطبق البي اش نطبق العلاقه ياك فين هل واش عندي التركيز ديال النوعين؟ عندي نعم يمكن لي نستعمل ديال طول يمكن لي نستنتج ولكن سنرى انطلاقا منك. اذا غادي نكتبوا بان بي كا ا بي كا ا واحد يساوي بي اش واحد ناقص اللوغ ديال هاد التركيز هادو ديال على بعضياتهم شنو هو؟ عندنا هنايا هو سي القاعدة كيساوي 10 أس ناقص 2 نعم 10 أس ناقص 2 لا سي التركيز ديال القاعدة ها هو دا عندي هنايا فين هو ديال القاعدة واحد هو سي هو سي واحد ناقص طو على الحمض بدل ديال عفوا هنا القاعدة هو نعم سي واحد ناقص طو على سي في طو واضح؟ استعمل هذا على قاعدة. إذا غادي تعطيني بي كا ا كتساوي هنا بي اش واحد إذا بي اش واحد شحال هو؟ استعملناه 10.9 ناقص اللوغ ديال
كتحسب لو سي هي 1 ناقص 7.9 10 ناقص 2 على طو اللي هو 7.9 10 ناقص 2 سنرى الطريقة بعد لحظات أخرى. إذن شحال سنجد؟ هي القيمة اللي قالوا لنا نتأكدوا منها. 9.83 هما قالوا لنا 9.8 إذن غادي نكتبوا هذه. إذن هذا في كا أ واحد تقريبا 9.8 تفقيد؟ نعم. وشنو درت هنا؟ شنو باغي انا هنايا؟ خاصك تقرا شنو كتبت، البي اش ديال العلاقة الأصلية. البي اش كيساوي البي كا زائد اللوغ ديال التركيز ديال القاعدة على الحد. ياك؟ الآن أنا باغي البي كا غادي نخلي هذه هنايا، وهذه غادي تبقى بلاصتها إلى الموجبة، وهذه غادي تمشي للجهة الأخرى، غادي تغير الإشارة. صافي الطريقه الثانيه شكون اللي جاوب طريقه من غير هذه نعم شنو من كا من ثابته التوازن من هنا تفقي ثابته التوازن شنو هي لاحظوا ان هذه في هذه الحاله هذه هي اسهل وهو اقل وقت الطريقه الثانيه الميزه ديال هذه هي اننا عندنا تراكيز وعندنا طو وعندنا يمكننا نحسبوه الطريقه الثانيه شنو هي ان كو ار ايكيليبر كتساوي هو التركيز ديال قلنا ديال اش كوم وا التركيز ديال سي 3 ان سي 3 اش 10 ان بلس على سي 3 اش 9 ان وهنا فين اغلبيه جاوب هذا السؤال هذا غادي يضرب هنا في اشتر و او بلس وفي المقام اشتر و او بلس وغادي تعطينا العلاقه اللي كتربط هنايا غادي تعطيني بان كو ار ايكيليب كتساوي هي كا او على كا واحد متفقين وبالتالي فهنا نعم خصني نوقف شيئا ما البعض منكم شوفوا الاوراق ديالكم كاين اللي جا لهنا وكتب بي كا او على بي كا واحد لا يمكن ان تكون كا هي يمكن يكتبها بالبي كا ولكن بصيغه اخرى هذه شنو هي هي 10 ناقص البي كا او على 10 ناقص البي كا واحد اذا هاد ملي انا غادي نخرج اذا انا ما باغيش نمرن هذه او ما باغي كا اذا كا واحد كتساوي هي كا او على كو ار ايكيليبر وإلا طلبوا مني البي كا يمكن لي نستعملها من هاد بهاد العلاقة هذه هي 10 أس ناقص البي كا يمكن نخرج هذه بطريقة أسهل هي كا أو 10 أس ناقص 14 على كو ما حسبناهاش لذلك كان خصنا تحسب هي كتساوي سي شحال كتساوي 10 ناقص 10 ناقص 2 هنا غادي نكتبها لنحسب كو ار ايكيليبر كتساوي قلنا هي 10 ناقص 2 في 7.9 ناقص 2 على 1 ناقص 7.9 ناقص 2 كتعطينا شحال 7.9 اس 2 وغادي تعطيني القيمة ديالها هي 6.4 تقريبا 6.4 10 ناقص
ناقص خمسة. في الحقيقة ستة فاصلة هنا راني خديت غير هذا الحساب فاصلة 46. غير نعطيكم شنو هذه هي قلت ستة فاصلة 45 10 ناقص 5 على اعتبار ان هنا خديت تقريبا هي 8 10 ناقص 2 وهنا 8 10 ناقص 2 صافي باش عطاتني هذه القيمه هذه وبالتالي غادي نخرج كا هنايا كا واحد كتساوي هي كا 10 ناقص 14 على او يمكن لي بامكاني نستعمل البي كا مباشره PKA واحد كتساوي هي PKA زائد اللوغ إلى بغينا نقولو اللوغ ديال QR إيكيليم دخلت ناقص اللوغ هنايا هنا جبت KA على KA ناقص اللوغ ديال KA ديال KA غادي تعطيني PKA اللوغ ناقص اللوغ ديال كا او على ناقص اللوغ ديال كيو ار ايكيليبر اذا غادي تعطيني هنا هي البي كا او وناقص هنا غادي تكون ناقص نعم بامكاني نحسب باي طريقه متفقين غير باش تفهموا هذه منين جات هي ان كا واحد كتساوي كا او على كيو ار ايكيليبر ولينا غادي نستنتج ناقص اللوغ ديال كا واحد كتساوي ناقص اللوغ ديال كا او ناقص مع ناقص هي زائد اللوغ ديال كيو ار ايكيليم وهذه غادي تعطيني ناقص هي البي كا هي 14 وناقص اللوغ ديال كا او بالحساب غادي تعطيني 4.19 ناقص 4.19 وغادي تعطيني بي كا او بي كا ا واحد كتساوي هي القيمة اللي 9.8 تقريبا 9.8 نعم هل هناك من ملاحظة بالنسبة لهذه الأسئلة اللي درنا لحد الآن مصحة عندك هذا الجزء مصحة نعم شنو اللي عندك نعم نعم ممكن هذه نقطة دي نقطة اللي عطيتي نعم ثبت التوازن عندك خطأ شي اللي كاين غادي تنصلوا لهم يلا شوف تبعي واش داك الشيء اللي صحت الان يوافق نعم نقطة والمعادلة فين هي نعم ايه واش ما نقتلتش على السؤال الاول باش منين غادي نناقشوا والاجابه عندي على السبوره صافي اذا الجزء الثاني
العنوان ديالو هو تفاعل ثلاثي ميتيل. ثلاثي ميتيل مع ساج ثلاثة سي او او اش مع الخل. مرة مرة ما خصيش ننسى القصة ديال التمرين أو ما هو مطلوب، فرحنا التساؤل أو نريد أن نجيب على التساؤل ديال المقدمة ديال التمرين أن اعتماد أو استعمال الخل سيزيل رائحة. هذه اللي كنت كتسولي، كان خص في الأول قبل ما نبدأ التمرين. لا غير سمعني دابا، باش دابا اللي درتيه دابا باش المرة الجاية ما توقعش في هذا سميتو. في المقدمة ديال التمرين دائما التمرين كيكون فيه واحد الإطار، وكمل غير كمل، خليني نكمل وداك الساعات، لأن أنت جيتي وقلتي لي علاش كيصلح الخل ياك؟ لا سيت قلت لك أنا عندي واحد الجواب. لا دابا خلينا اللي جاوبتي شنو درتي في الورقة، ومنين ساليتو الامتحان جيتي لعندي قلتي لي أستاذ شنو علاش كيصلح داك الخل؟ إيوا ما بقيتيش عاقل. أنا عندي التسجيل اللي يمكن لي نردك على أي المقدمة ديال التمرين خصك تقراها مزيان وتفهمها. قالوا لنا بأن السمك كيدير واحد الرائحة، وداك الرائحة مرتبطة بهذا الأمين هذه، وحنايا غادي نحاولوا نزولوا داك الرائحة عن طريق إضافة الخل اللي هو الساعة 3 السعواش. يعني هذه اللغة هذه في التمرين ديالنا هي تفاعل داك الأمين مع حمض الإيثانويك، هي الفقرة اللي عندنا الآن. صافي؟ إذا قالوا لنا إذا استعملنا الخل غادي تزول الرائحة، ملي غادي يجي السؤال الأخير ديال الرائحة خصك تكوني عارفة هاد التفاعل هذا. صافي؟ أنا سولتني ماشي زعما، وقلت في النقاش قلت واش هاد التمرين سبق لنا درناه؟ على أي؟ نرجعوا دابا للتمرين ديالنا، وأنا متيقن أنك ذاك المقدمة ما قريتيها شيء مزيان، وبالتالي ما عرفتيش حتى إلى مدى يهدف هذا التمرين هذا. ماشي مشكل، الآن كنتعلموا. إذا نمزج كمية N من ثلاثي أمين سي 3 أش 9 N مع نفس كمية مادة من الحمض الإيثانويك، فيحدث تحول كيميائي ننمدجه بالمعادلة التالية. مطلبوا منا لا نكتبوا المعادلة، وإن كان بإمكانهم يقولوا لنا اكتب المعادلة ديال التحول الحاصل بين ساش 3 سي او او اش و سي 3 اش 9 ان. هما عطاونا المعادلة، هذه المعادلة هي ساش 3 سي او او اش زائد سي 3 اش 9 ان، كتعطينا المرافق ديال الاول هو ساش 3 سي او او و زائد المرافق ديال الثاني اللي هو سي 3 اش 10 ان بلس، وهذا ار. هذه معطى ليس عليها اي نقطه. السؤال الاول، تمثل الوثيقه مخطط توزيع النوعين الحمض والقاعده المرافقه ديالو. هذا السؤال الاول، غادي نحاول نعاود نرسمو هنايا باش نتكلموا عليه. عطاونا ناخذ لون اخر، ملي كيعطيني هذا المنحنى هنا بي اش غادي نقرا في المعطيات هنا كاين 100%، وإلا جيت لهذه النقطة هذه غادي يجبر 50%، وقدام هذه ملي غادي ندير لها الإسقاط ديالها هنايا كنوجد تقريبا 4.8. صافي، شنو القراءة ديال هذا المنحنى هذا؟ توزيع النوعين، النسب مئوية. اش كيعني 100%؟
يعني 100% تقريبا انه هو الموجود او هو المهيمن كليا. وكل ما تغير البي اش تلاحظ ان هذه النسبه ديال النوع اولا هذا رقم واحد وهذا رقم جوج. دقيق، هذا هو المؤشر اللي غادي يساعدني. هاد 50% اش كيعني؟ يتواجدان بنفس النسبة، بمعنى نفس النسبة نفس العدد، ونفس العدد كيعني نفس التركيز. إذا هاد في هاد النقطة هذه فالتركيز ديال الحمض ديال سي 3 اش 9 ان يساوي التركيز ديال سي 3 اش 10 ان بلس. علاش يعني عندهم نفس النسبة؟ بمعنى هذا كتحليل هذا المنحنى، نشوف شنو ناخذ منه من معلومات. إذا كان هذا نفس التركيز شنو غادي تكون هذه القيمة ديال 4.8 ماذا تمثل؟ يا بيتا أ وهي كتبريد بيتا أ جوج. واخا منين قلت بهذا العمل هذا شنو بقى لي نضيف؟ معيار التطور مخطط الهيمنة. إذا إلا دخلت واحد هنايا طبعا الشربيه ديال ندير هنايا هنا البي اش هنا البي كا ا جوج فين هنايا هنا شكون اللي غادي يكون المهيمن؟ الحمض هنا الحمض المهيمن وهنايا غادي يكون القاعده هي المهيمن. متفقين؟ وبالتالي هذه المهيمن 100% غادي تكون هذا ديال الحمض. اذا السؤال اللي قالوا لنا النوع ماذا يمثل المنحنى رقم واحد؟ بهذا الرسم هذا غادي نقول اذا المنحنى واحد يمثل الحمض الحمض سهل ثلاثة سوء أو نعم وجيتي شبعتي نعس مع راساتك وأنا من باب الأدب تجلس وتنتظر بعدين كلشي نوقف ياك دائما غادي تقولوا لي الباب تشدت الباب تشد ديك المرة الفرد أنت دابا الباب تشدت وعلاش ما تجيش مع 8 ونص مع الوقت ديالك؟ زعما لهاد الدرجة كاملة أنك مزروب ما يمكنش تجلس وما عندكش الورقة. إذا المنحنى واحد يمثل توزيع الحمض يمثل نسبة توزيع الحمض. وهنا يقوت على نقطة كل الأسئلة هي على نقطة. بالنسبة للتلقيط غير كتب بأن المنحنى واحد هو للحمض عطيت نقطة يجب أن يكون هناك تعليل فمن المفروض نصف نقطة على التعليل ونصف نقطة على الاختيار. غادي نقول الحمض نعم نصف نقطة ولكن يجب أن أعلل كيف تعرفت على ذلك الحمض. يكفي كان بإمكاني فقط أنا بغيت نذكر كان بإمكاني نقول بأن في هذا الجانب هذا تقريبا نقول بأن النسبة ديالو ضعيفة جدا وهذا النسبة ديالو كان بإمكاني غير فقط بغيت الربط من خلال هذه نفهم شيء آخر. تفقين؟ أما كان بإمكاني لا أحتاج إلى هذا الرسم. شو نقول؟ في الجزء من القيمة مثلا باللون الأصفر كنلاحظ أن هذا النوع هذا المهيمن هو 100% عنده 100% وبالتالي فسيكون في الجهة البي اش الحمضي فقد يكون حمضي. وهذه ردوا لها البال ماشي دائما ملي كيكون واحد النوع في البي اش حمضي راه عن غادي يكون مهيمن لأن هذا الجانب
في هذا الجانب هذا شحال غادي يكون مثلا هنا البي اش؟ 5 الحمد لله. ولكن في هاد 5 راه القاعده هي المهيمنه. الاصدقاء ديالكم في القسم الاخر كان التساؤل مع هذا النوع، شكون هو النوع المهيمن والاغلبيه شنو دار؟ بما ان البي اش اقل من 7 فالنوع المهيمن هو الحمض. لا راه ملي كنكون كنتعامل مع حمض وقاعده، مع حمض ضعيف او قاعده ضعيفه، باش نحكم شكون هو المهيمن خصني نمر عبر بي كا ا او عبر هذاك المخطط ديال الهيمنه. بي كا ا في هذه الجهه كاين الحمض وفي هذه الجهه كاين القاعده. نعم شكون اللي يدخل الان؟ شنو الاسم ديالك؟ نهيل. عارف سيدي ايمان تي اسم؟ نعم. شو الاسم ديالك؟ نجوى. نعم ما دوش جيتي نعم تبعي قلتي نهيلة. نعم يلا نمر إلى السؤال الثاني. واحد جوج هذا كان واحد 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 جوج. قالوا لنا عين ثابتة الحمض ديال بي كا ا هي اللي قلناها الآن ثابتة الحمضية. من هنايا عندما يكون نسبة النسبة المئوية للحمض تساوي النسبة المئوية للقاعدة 50% 50% فإن البي اش يساوي البي كا ا جوج. التعليل ديالنا إلا بغينا نضيفو هو أن البي اش كيساوي بي كا ا زائد اللوك ديال القاعدة على ديال الحمض متساوي كيعطينا واحد اللوك ديال واحد هو صفر. إذا ميديانيا بي كا ا جوج كتساوي تقريبا 4.8. احسب قيمة كا هذا التحول. كذلك من الاشياء اللي خصني نكون كنتدرب عليها هي ان ثابته التوازن كاينه حسب التفاعل اللي كندرسو. كاين اللي كيكون الحمض مع الماء فثابته التوازن هي كا ا، قاعده مع الماء هناك علاقه ما بين كا ا وكا او وثابته التوازن. ملي كنشوف المعادله لا وجود للماء خصني نفكر بان ثابتة التوازن لها علاقه بكا واحد وكا جوج. هذه من الاشياء اللي خصني ندرب عليهم غير نشوف المعادله باش ما نبقاش تالف. ماشي غادي نكتب، كاين منكم اللي كتب هذه المعادله وحاول يكتب نعم ما عرفتش كيفاش يخرج. ف يستحسن انني نكون على علم مسبقا في كل التفاعلات اللي نتعامل معها. اذا طالبين منا السؤال ثانيا، إذا ثابتة التوازن هي تركيز ديال القاعدة ديال الحمض 3 اش 10 ان بلس في سي اش 3 سي او او موان على
C3 H9N في C3 COO في التركيز ديال C3 COO موان. نعم اللي جاوب على هذا السؤال أدخل H3O بلس في المقام و H3O بلس في البسط. عطتنا هي CH3 C3 H10 N بلس على C3 H9 N في H3O بلس في CH3 CH3 سي شنو كتبت عليها CH3 سي او او موان. اذا نعم وهنايا غادي يكون CH3 سي او او موان التركيز ديال H3O بلس على التركيز ديال الحمض CH3 سي او او اش نيكيليف. ومن ثم فاكا هي هذه المقلوب ديال الثالثه الحمضيه وهذه هي كا اجوج كاين اللي كتبهما بلا ما ينتبه واش كا اجوج على كا واحد ولا كا واحد على كا اجوج. اذا خصنا نرد بال بان الثالثه الحمضيه كيكون بالنسبه لها الحمض اشطر واوبيس كيكون في البسط. اذا كا واحد على كا اجوج كا جوج على كا واحد. ويمكن لي بما ان عندي البي كا ا اللي هو 10 اس ناقص البي كا ا جوج على 10 اس ناقص البي كا ا واحد. واللي يمكن لي تبدا هي 10 اس البي كا ا واحد ناقص البي كا ا جوج تطبيق عددي هي 10 اس هذه 4 فاصلة شحال البي كا نعم شنو قالوا لنا نعم هل هذا ونعم وهل هذا التحول شنو احنا عندنا في ثانيا بدلاله نعم ثالث نعم ثالثا احسبك هل هذا التحول كلي ام جزئي لنحسب ك هي 10 اس بكا واحد نعم 9.8 ناقص 4.8 نعم 8 في 10 اس 100 يعني هي 10 نعطيوها بكتابة علمية شحال هي 10 أس 5 نحسبوها نعم 10 أس 5 نعم شوف القيمة ديالها نعم 10 أس 5 هي أكبر من 10 أس 4 ومنه التحول كلي وتام. غادي نعاود نكتب المعادلة ديالي من جديد وغادي نكتب C3 COO H زائد C3 H9 N بسهم واحد غادي يعطيني C3 COO موان زائد C3 H10 N بلس أك. إذا قلت بسهم واحد كذلك على نقطة فسر كيفية عمل حمض الإيثانويك على إزالة رائحة السمك. وهنا الواحد باش يفهم شنو شكون اللي عندنا
قل لي دابا الإجابة ديالك، قلت لي قبيلة يلا. انت جاوبتيني غير إجابة ديال أدبية وصافي، غير هكا جالسين كنتحدثوا مع بعضياتنا وقلتي لي نعم يلا اقرا. هل تنتج بعد من هذه السمك يعني هذه الرائحة كانت تحرر البروتينات، يعني المحلول هذا كيتبه لنا تحرر البروتينات؟ هذا مصطلح ديال العلوم، ديال العلوم. هنا خصنا راه درنا، عرفتي منين بدينا هذا الشيء باش نوصلوا لهذا السؤال الرابع، راه درنا هذه الخدمه هذه كامله وتتوج بهذه المعادله. هل الجواب فين غادي يكون في هذه المعادله هذه؟ اش كيطلع باش نفهم؟ اللي مسؤول على الرائحه، غادي نقول النوع المسؤول على الرائحه هو C3H9N، ما دام موجودا فهناك رائحه، ياك؟ إذا اختفى C3H9N ستختفي معه الرائحة، والاختفاء دياله والبقاء دياله راهين بماذا؟ بهذا التفاعل هذا. لو كان هذا التفاعل ماشي كلي، شنو غادي يكون عند هناك توازن؟ شنو غادي يكون في التوازن؟ توازن تواجد الحمض وهذه الأنواع بأربعة، يعني يمكن تبقى شوية ديال الريحة، ما غادي تكونش ولكن شوية. أما بالنسبة حسب الدراسة دابا اللي عندنا تفاعل كلي، منطقيا ان هذا الخل سيزيل ذلك النوع وبالتالي ستختفي معها معه الرائحه. سيستغل هذه صافي. اذا غادي نكتبوا الرائحه مرتبطه بوجود C3H9N وبتفاعلها كليا مع طبيعة الحال كيخص يكون واحد شنو باش يكون كليا؟ شكون اللي باش يكون التفاعل هذه الجملة هذه تفاعل كلي كيخص يكون النوع الموحد شكون؟ هي هاد المسؤولة عن الرائحة، وبالتالي هذا علاش منفروض من بعد أكل السمك بمثلا لا سيما الاسماك اللي فيها رائحه عاده كنستعمل كميه، كناخذ القشره ديال الليمون نحك بها يدي ونبقى كنحك، ماشي غادي ناخذ غير شويه حسب كميه الماده النوع الاخر، او كذلك ليس يمكن لي نستعمل كل مصدر لحم كل ماده فيها حم. اذا كليا بتفاعله كليا مع الخل تختفي وتختفي معها الرائحة. نعم هذا اللي مطلوب منا. طبيعة الحال هنا كيتكلموا على السمك غير طري والأنسجة كاملة من بعد الموت ديال يحدث هذا النوع أن البكتيريا تقوم بتحليل البروتينات وهي المسؤولة ليس فقط عند السمك، كل أنواع كل الكائنات الحية بموتها تبدأ هذه العملية ديال تحلل البروتينات وتحلل المادة، وبالتالي هناك رائحة مصاحبة لهذا التحلل. أنسة ما عندك شي حاجة في هذا الجزء هذا ما مصححش؟ أجي تال التالت راه شفت عندك تال المعايرة. دار نشوف السؤال. هذه القراوه وصافي. الرابع. الاساس الرابع ضربت لي. نعم. هذا السؤال شنو دايره هذا الثاني؟ الثاني. هنايا اذا عندنا واحد غادي تكون هنايا 0.25 0.25 كتبتي ك هي كيو ار ايكيليبر وعطيتي التعبير ديالها، اذا هنايا 0.25 صافي يلا. نعم عندك نصف نقطة، فين وصلتي؟ لحد هنا. نعم يمثل المنحنى رقم واحد تقدم
بالنسبه للنسبه المئويه بي اش بالنسبه لدرجه ندير هذه علاش ما كتبتيش هنايا صرا كتبت بلانكو كون باقي ما يبس ها وكتب ما عرفتش انا هالبلاصه خاويه وكتبتيها هنايا شنو صافي هذيك عندي بلانكو هنايا هذيك كنت كتبت هنايا و تذكرني شفتها صافي صافي يا وهذيك اللي كان بلانكو كانت هنا كان نضرب باش ما تبداش بعدا انت كتبتي داير هو وفير وفير هو هنا وعلاش انا ما درتيهاش بعيد على سميتو على سير نناقش الجزء الاخير لا لا ثلاثة بالعدد الروماني سأعود لهنايا ثالثا نعاير محلولا اس بي من ثلاثي ميثيل امين حجمه في بي 10 ملليلتر وتركيزه السبي بواسطه محلول اس ا لحمض كلوريدريك اعطونا الصيغه نعم اشتروبيو زائد سال مو تركيزه الموليس سي ا 3-2 مكنتنا النتائج التجريبيه المحصل عليها من خط المنحنى بي اش كيساوي اف دو في بي الممثل في الوثيقه جانبه السؤال الأول يتم قياس في بي بواسطة كأس مدرج مخبار مدرج سحاحة مدرجة وماسة معيارية فالإجابة هي الماسة المعيارية لا كأس ولا مخبار مدرج ولا فالدقة كتبدأ من اليسار نحو اليمين فالماسة المعيارية هي التي يعتمدها في القياسات التجريبية لقياس الحجم في 25-10 مليت إلى غير ذلك سحاحة نستعملها ماذا؟ للنوع المعاير اللي غادي تكون اللي هو غادي يحتوي على حمض كلوريدريك وكذلك بالنسبة للمخبار المدرج لا نحتاجه نهائيا في المعاير كذلك الكأس مدرج كأس وخا كيكون مدرج فهو غير دقيق ونحتاجه لوضع فيه المحاليل فقط وليس كأداة للقياس إذا ثلاثة بالعدد الروماني هنا عندنا المعايرة 3-1 نستعمل ماسة معيارية لقياس في بي نقطة اكتب المعادلة المنمذجة لتفاعل المعايرة 3-2 عندنا سي 3H9N زائد H3O بلس معايرة بسهم واحد غادي تعطينا سي 3H10N بلس أك زائد H2O ذلك هنايا نقطة سؤال ثلاثة سؤال ثالث أو ثلاثة ثلاثة نعم مبيانيا وباعتماد عندكم كاين البعض منكم اللي نقل تلك الوثيقة على الورقة ديالو إذا مبيانيا وباعتماد إلى ما نقلتش ذلك الورقة نكتب باعتماد طريقة الممسات بعد
كتسمى الطريقه ما مسات نجد هاد او عندها بي اش او شحال تقريبا ستة ديال هنايا. حاجه وحده اللي خصني ننتبه ليها ما نبقاش في الخطا، شنو هي؟ الواحد اللي كيكون متمكن من الدرس ديالو، عندنا معايره نوع قوي بنوعين قوي، بي اش عند التكافؤ كيساوي شحال؟ 7. عندنا معايره قاعده ضعيفه بحمض قوي، فالبي اش غادي يكون اقل من 7. والمعايره ديال قاعده ضعيف حمض ضعيف بقاعده قويه، فغادي يكون التكافؤ اكبر من 7. علاش؟ راه بعض الاحيان يتطرح علينا هذا السؤال. كان بامكانه مثلا هذا السؤال يقول لك علل لماذا البي اش او اصغر من 7 عند هذه النقطه ديال التكافؤ. علاش؟ لان خلال المعايره تتفاعل القاعده ويبقى في الخليط الحمض المرافق لتلك القاعده، وبالتالي يمكن ان نعتبر ان عند نقطه التكافؤ فالمحلول عباره عن او الخليط عباره عن محلول مائي للقاعده للمحلول المائي للحمض المرافق للقاعده التي تمت معايرته. بالمقابل الى درت معايره ديال حمض ضعيف بقاعده قويه، فعند اختفاء القاعده عند اختفاء الحمض سيبقى في الخليط القاعده المرافقه ديالو، وبالتالي فان البي اش عند التكافؤ سيكون اكبر من 7. هذه الحاجه اللي خصنا ندبي ليها البال باش ما نخطاش نقول 8 او نقرا شي قيمه من غير هذه القيمه هذه. صافي. و في بي او و في ا او كتساوي شحال؟ 20 مليلتر. واللي هذه القراءه هذه من المنحنى عليها النقطه كذلك. رابعا او ثلاثه اربعه عند التكافؤ عندنا سي ا في ا او يساوي سي بي في بي، ومن ثم سي بي كتساوي هي سي ا في ا او على في بي. التطبيق العددي نعم هي 3 سي بي. ثلاثة في 10 ناقص 2 مضروبة في ا او قلنا هي 20 مقسومة على 10 الحجم اللي قمنا بالمعايرة ديالو، وعطاتنا السي بي هي 6 في 10 ناقص 2 مول اللي قلنا ناقص 1. كذلك على نقطة السؤال السابع ما خمس ثلاثة خمس الكاشف الملون الملائم يمكننا نبداو بالتعليل. تعلموا الله يرضى عليكم ديروا التعليل دائما بداو بالجملة اللي كتعطي التعليل. نقول أن كاشفا ملونا أو ملونا ملائم إذا كان البي اش إذا كانت منطقة انعطافه تؤطر بي اش او. إذا نقول أن كاشفا ملونا ملائما لمعايرة ما إذا كانت منطقة انعطافه مؤثرة لـ PHE لهذه المعايرة، ومنه شكون اللي غادي يكون صالح هو احمر البروموفينول.
أمين هو الكاشف هو أحمر برومو فينول. وهذا يكتب أن ستة بي اش او تنتمي إلى من 6.8 من جوج من 5.2 6.8. سادسا نعم السؤال السادس هي 3-6. عطاونا باش غادي نسهل عليا العمل غادي نكتب بان هذا هو المعطى السي 3H6H9 ان على التركيز ديال السي 3H10 ان بلس كتساوي ا كتساوي 2.8. غير باش نسهل عليا العمل صافي غادي نرجع عندي الجدول الوصفي شنو ما قال ما عندنا الا الجدول الوصفي اللي يمكن لي نخرج فالتركيز ديال السي بي سي 3 اش 9 ان يساوي ماذا؟ إلا رجعت للجدول الوصفي غادي نكتب هنايا نعم يمكننا نكتبها واش إلا تشوفوها معايا كيكتبها مباشرة سي 9 ان شنو هي؟ عندي سي بي في بي ناقص اكس فينال سي بي في بي ناقص اكس فينال على سي بي على في توتال وعندي التركيز ديال السي 3 اش 10 ان بلس شنو هو غادي يكون؟ هو اكس فينال اكس فينال على في توتال من الجدول الوصفي غادي نرجعوا لهنايا واخا ما طلبوش مني هي السي بي في بي سي اف في ا صفر صفر سي بي في بي ناقص اكس سي اف في ا ناقص اكس x وفير عفوا هنا صفر وهنا وفير وهكذا متفقين اذا غادي نرجع لهنايا وغادي نكتب هاد النسبه هذه السي بي في بي ناقص اكس فينال على اكس فينال كتساوي ار وهاد اكس في هنايا فبالنسبه لنا قبل المعايرة قبل التكافؤ قالوا لنا قبل التكافؤ راه عندنا سي بي هنا اكس فينال قبل التكافؤ باش عرفت انه قبل التكافؤ عندي هنايا لاحظوا ان القاعدة من العلاقة اللي عطاوني من هنا القاعده كيف هي المهيمنه القاعده مهيمنه بمعنى راه حنا مازال قبل التكافؤ وبالتالي غادي يكون شكون هو النوع هذا السي بي هذا اكس فينال غادي يكون النوع المحيط هو اشتر او بلس اذا هذا اكس فينال شنو هي هي السي ا في ا قبل التكافؤ المحيط هو اش او موان ومن ثم فان هذا ار كتساوي ماذا سي بي في بي ناقص سي ا في ا على سي ا في هو اش او موان هادشي شفناه في الدرس شنو قلنا كيكون عندي الكاس فالتكافؤ او شو كيكون قد اضيف من الحمض
ما يساوي ما هو موجود من القاعدة. نعم. أستر ووبلس. كل أستر ووبلس. نعم. هو أستر ووبلس. نعم. كان بإمكانك تقول لي النوع الوحيد عندنا المعايرة فهو أستر ووبلس. صافي. لاحظ أنك كتبت وس أذ أط يعني أتكلم عنه. إذا من هنا غادي يمكن نخرج شنو؟ غادي نأخذ هذه العلاقة هذه ونخرج في أ هي أ سي أ في أ كتساوي سي بي في بي ناقص سي أ في أ. رد للجهة الأخرى وغادي يعطيني في أ معامل مشترك ديالاش هنا سي بي سي أ وهنايا زائد R في سي أ كتساوي سي بي في بي. وغادي نخرج في أ اللي طالبين مني شنو هو الحجم هو سي بي في بي على سي أ زائد R في سي أ أو أن R واحد. نعم بل هي سي أ واحد زائد R. متفقين؟ كيبقى لي ندير هذا هو السؤال اللي صعب فهو على نقطة واش الواحد جاوب عليه ولا ما ماشي مشكل. كيبقى لنا نحسبو صافي. شحال هي السي بي؟ خرجناها راه هي 6 في 10 ناقص 2 في بي اللي درنا له المعايرة و10 غادي نحاول أنني ان نخلي 10 وغادي كل واحده ديال في ا بالمليليتر 10 على سي ا شحال هي 3 في 10 ناقص 2 1 زائد 0.2.82 وغادي تكون الوحده بالمليليتر او بالسنتيمتر مكعب تعطيني تقريبا 5 لا أودي حسبي هي 60 مقسومة على 3 لاحظي هنا يا اختزل هي 60 مقسومة على 3 مضروبة في 3.82 5 فاصلة قلوا تقريبا 5.20 إذا كتساوي 5.20 مليلتر. إذا يمكننا نقوله 5.20 مليلتر. إذا نقوله هنا يا نكتبها هنا يا في أ تقريبا 5 مليلتر عندما نكون قد أضفنا 5 مليلتر من الحمض ستكون هذه النسبة متحققة وستكون لازالت القاعدة أكثر هيمنة من الحمض. حاجة واحدة أخرى اللي يمكننا أننا نستعملها هو أنني نخلي لكم تقوموا بها كيمكننا نستعملوا العلاقة العامة شنو هي؟ الـ pH كيساوي الـ pKa زائد اللوغ ديال القاعدة على الحمض ومن ثم نخرج الـ pH ومن الـ pH يمكن لي نقرا VA غير أن هذا الشكل هذا اللي عندكم لا يسمح بقراءة دقيقة فإلا خذيتو 5 وحاولتو تطلعو كيصعيب فكيعطينا تقريبا 10.8 يعني هذا هو الجانب الآخر لي صافي. السؤال الأخير وهذا بإمكانكم أنكم تجاوبوا عليه ما كيطرح شيء مشكل سأجيب عليه. نعم خذوا الإجابة ومن بعد
صافي مدين يمكننا نمروا السؤال الأخير. كيف نجيب عن هذا السؤال؟ يلا على نقطة، هذا السؤال هذا كان على نقطة، دوزو في الفرد ومشيتو للدار وكذا، من يجيب عن هذا السؤال الآن يأخذ تلك النقطة. يلا نعم لا اعطيني الاجابه يعني اللي غادي نكتب هنايا ونقولوا ان هذه الاجابه هذه ديالك حقوق اجابه محفوظه. غير نقارن صحيح غادي نقارن ولكن خص طريق العمل شنو هو. اول حاجه غادي نحاول ناخذ المعطيات. راه كاين عده اسئله ما غادي تكونش داك الاسئله الاعتياديه اللي زعما راني غير غادي نقرا غادي نكتب بلا ما نفكر. راه غادي تكون اسئله من هذا النوع، وهذه الاسئله من هذا النوع كتطلب مني ما يسمى ببناء مراحل الحل. وباش غادي باش ناخذ الطريق ديالي للحل، اول حاجه هي غادي نقرا المعطيات اللي عندي ونشوف كيفاش يمكن لي نستغلها. شنو المعطيات هنا اللي عندي؟ معطى واحد شنو هو؟ فئة. ياك اذا داك فئة خصني نستغلو، وعارف ان كيف قلتي راه المقارنة شنو غادي ناخذ في عين الاعتبار دائما ملي كيعطيني واحد النوع من نوع المرافق ديالو شنو كيعطيني؟ ماذا؟ بي اش كيساوي بي كا ا زائد لوغ ديال التركيز القاعدة على التركيز. انا دابا نناقش شنو عندي، ولو ما نوصلش على الاقل غادي نكتب. اذا لمقارنه النوعين هذا غادي نشوف بعد. اول حاجه جوج انواع والمرافق ديالو غادي نكتب لمقارنه النوعين لدينا بي اش يساوي بي كا ا. اي كا ا اي بي كا ا هنايا بي كا ا واحد باش ما يوقعليش الخطا. بي كا ا واحد زائد اللوغ ديال التركيز ديال السي 3 اش 9 ان على التركيز ديال السي 3 اش 10 ان بلس اي. غادي نوقف نقول شنو كيحتاجني هنايا، هذا هو اللي باغي نعرفو. غادي نقول بي كا ا عندي في المشكل دابا عندي بي اش، اذا غادي نكتب لنتعرف لنتعرف على بي اش عندما يكون في ا كيساوي 35 مليليتر. شكون اللي عطاني هذا؟ لانني راني كندرس فاش معايره وعندي منحنى، وبالتالي غادي نمشي هنايا من المنحنى شنو؟ نعم بي اش كيساوي ماذا؟ جوج. غادي نرجع لذاك المنحنى ديالي الاعتيادي شنو هو؟ غادي ندير هنايا بي كا ا 9.8 هنا بي اش، وغادي نجي لهنا وغادي ندير جوج. وهذا اصلا هذه الجهه اللي هيمنه الحمض، وفي الجهه الاخرى هيمنه القاعده. هيمنه الحمض وهذه الجهه هذه هيمنه القاعده. نستنتج اذن سي 3 اش 10 ان بلس هو المهيمن هو 6 اش 10
نعم هذا مكان مطلوب هنا.